رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وفقرتنا الصحفية اللي بنتعرف فيها على أهم عناوين الصحف العربية المحلية والعربية المختلفة، وبنحاول إن احنا يعني نتطرق ليها لبعض من التحليل والتعليق أكتر. معانا في فقرة الصحافة اليوم أستاذ أيمن سمير، رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية. صباح الخير. صباح الخير عليكم كل سادة المشاهدين. يعني بنبدأ الحقيقة الحديث لا ينتهي عن شهادات الاستثمار ومشروع قناة السويس وغيره من العناوين الرئيسية في الصحف النهاردة، وبنبدأ بصحيفة الأهرام بتقول إقبال كبير من المصريين بالإمارات على شهادات استثمار القناة، ومجلس الوزراء يستعرض خطة إنشاء مناطق سياحية وسكنية بالمشروع. مميش يقول إن قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد السفن والحمولات. يعني واضح أستاذ أيمن إنه أول الغيث قطرة كما يقولون، لكن قطرة كبيرة صحيح. في حالة قناة السويس الحمد لله الحمولات والسفن والنقلات والحركة تسير رغم استمرار العمل في حفر قناة السويس الجديدة. بماذا يؤشر ذلك في اعتقاد؟ هو هناك الكثير من المؤشرات في الحقيقة، يعني ربما الخبر أشار إلى إقبال المصريين في الخارج، وأنا دائما بقول أن المصريين في الخارج لا يقل أبدا وطنية عن المصريين في الداخل، ومرتبطين جدا بكل ما يحدث في مصر، وأي حد بيسافر برا يشعر أن المصريين في الخارج عندهم اهتمام بالقضايا المصرية وبتفاصيل كثيرة جدا ربما حتى اللي جوه مصر نفسهم ما بيعرفهاش. لكن أنا عايز أقول في مشروع قناة السويس في حاجات مهمة جدا. أنا بعتبر هذا الإقبال الشعبي الكبير جدا على شراء شهادات قناة السويس هو بمثابة تفويض جديد للدولة المصرية، تفويض للإدارة السياسية الجديدة في مصر، تفويض للنهج السياسي الذي تقوم به الدولة المصرية في الوقت الحالي. هذا الإقبال من قبل المواطنين هو استثمار في الثقة، استثمار في الدولة المصرية. بات هناك ثقة، هذا الثقة ليس فقط من قبل المواطنين لكن من قبل الإقليم اللي احنا عايشين فيه، الإقليم العربي الشرق أوسطي، من قبل كل دول العالم، وبالتالي السفن تأتي من كل صوب وحدب على القناة. العمل في قناة السويس القديمة لو شاء لنا أن نقول مستمر بجانب الحفر في قناة السويس الجديدة. قناة السويس هذا ليس فقط ممر مائي كما كنا نعرف من قبل، قناة السويس تحولت إلى منظومة عمل كبيرة جدا. هناك 42 مشروع قومي كبير جدا سوف يتم يعني إنشاؤهم حول قناة السويس، منهم 6 مشروعات لهم أولوية خاصة، من أهمهم يعني توسيع ميناء نويبع، تطوير مطار شرم الشيخ، إنشاء نفق تحت قناة السويس، وده سوف يكون أكبر نفق في الشرق الأوسط، يعني 4 حارات بالتوازي تحت قناة السويس، بالإضافة لإنشاء يعني 3 مطارات جديدة وإنشاء مينائين جدد على قناة السويس. كل هذا يؤكد أن هناك منظومة عمل سوف تكون حول قناة السويس. استصلاح 4 مليون فدان زراعي، إنشاء مناطق صناعية، إنشاء قرى سياحية، إنشاء مناطق لوجستية لدعم السفن في العالم. حتى الآن يعني نحن لم نستفد من قناة السويس الاستفادة القصوى. يمر من خلال حوالي 18% من التجارة العالمية وحوالي 25% من تجارة الحاويات. بعد إنشاء قناة السويس الجديدة تجارة الحاويات ربما نصل إلى 40 أو 45 أو ربما يمكن 50% من تجارة الحاويات. يكون عندنا تجارة تصل ربما 25 أو 30% من التجارة العالمية من خلال قناة السويس. وبالتالي المسألة لا تتوقف فقط على مجرد استخدام المجرى المائي والاستثمار، ولكن كل المناطق بما فيها المناطق البرية والزراعية وما إلى ذلك تدخل في مسألة سوف وأنا أعتقد أن أهم رسالة جاءت من خلال الإقبال. أنا كنت في أول يوم الناس بتشتري شهادات فيه، واليوم ده للأسف كان مقطوع الكهرباء تقريبا في البنوك كلها. لو شفت الزحمة والناس واقفة في الحر بصبر وحب، اللي وكنت اشوف مثلا سيدات مصر العظيمات لما واحده تشتري شهاده تقعد تزغرد لانها اشترت وتشاركت في عمل كده. حققوا 6 مليار في اول يوم، اول يوم عملوا 6 مليار، وحتى امس عملوا 27 مليار في ايام قليله، وهذا غير مسبوق على في العالم كله. وفي نقطه مهمه، لان في بعض الناس بداوا يشككوا، هي وصلت 33.5 تقريبا بالامس لحد الساعه 6 بالليل. في حاجه مهمه جدا، في ناس قالوا لا ده الناس حولت فلوسها مثلا من شهادات الايداع العاديه لشهادات قناة السويس، وعادي حتى لو حولوا يعني حتى لو حصل كده عادي. لا بس في نقطة مهمة، في خبر مهم جدا، البنك المركزي امبارح أصدر بيان قال إن الإيداع
في البنوك العادي بعيد عن شهادات قناة السويس في أعلى درجاته، ووصل ل 30 مليار جنيه مصري في الربع في آخر 3 شهور. وهذا يؤكد إن المصريين بيشاركوا بحب غير عادي في قناة السويس، وأن أي نشاط أو وعاء استثماري أو اقتصادي آخر سواء شهادات الاستثمار أو الصناديق أو ما إلى ذلك لم تتأثر على الإطلاق. حتى متخصص أستاذ أيمن في المسألة يمكن بيعرف أنه في فرق بين الشهادات وبين الإيداع، يعني هناك صحيح. من المستثمرين الذين يفضلون الشهادات صحيح. اللي هي ثلاثية أو خماسية، وهناك من لا يفضل ذلك ويستمر برضو على الإيداع اللي هو إذا كان شهري أو كل 3 شهور أو 6 شهور صحيح. 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 أو كل سنة. بالإضافة يعني في نقطة مهمة قالها رئيس البنك المركزي وعجبتني جدا، هو نقل عن الرئيس كلمة حلوة قوي، قال له احنا عاوزين نخلي الناس تشارك في القناة والناس تكسب، ودي رؤية سياسية مهمة جدا. يعني الدولة المصرية، لأن في بعض الناس بتشكل تقول الدولة المصرية كل شوية تقول للناس احنا عايزين فلوس، لا الدولة المصرية مش كل شوية تقول للناس عايزين فلوس، أنا بخليك تستثمر وخليك تستفيد وتخليك تشارك، تخيل اختياري مش اختياري وشيء اختياري. وأنا لما قلت كتبت مقال قلت إن قناة السويس الجديدة تفويض جديد، أنا في تصوري اللي يدفع فلوس في قناة السويس الجديدة ده تفويض أكبر من اللي نزل في المظاهرات، لأنه ممكن أنزل في المظاهرة مثلا أو أنزل لتأييد الرئيس أو للحكومة أو ما إلى ذلك وما أدفعش حاجة، لكن كون أدفع فلوس أو أطلع فلوسي وأحطها في هذا المشروع ده دليل ثقة كاملة، دليل على دعم كامل لهذا النهج السياسي اللي بتاخده الدولة المصرية، عودة مصر مرة أخرى كعنصر استقرار وعنصر قوي في منطقة الشرق الأوسط، هتكون منطقة لجذب ليس فقط الاستثمار لكن لجذب السياح وجذب كل شيء جميل في المنطقة إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا ننتقل لجريدة أخرى من الجمهورية الأسبوعي، ووزير الداخلية نجحنا في تقويض الإرهاب ووجهنا 30 ضربة استباقية وضبطنا 42 خلية خلال شهر ولا أحد فوق القانون داخل الشرطة أو خارجها. دي رسالة تانية طبعا من الوزير، وأيضا رسالة تطمينية، جاهزون لمواجهة أي تهديدات إرهابية من الخارج بالتعاون مع الجيش وخطة شاملة لتأمين المدارس والجامعات، ومستعدون لتأمين الانتخابات البرلمانية القادمة. تعليق حضرتك على يعني الضربات الاستباقية اللي قامت بيها الداخلية في الوقت اللي فات طبعا، والضربات العشوائية من الجامعات اللي كل شوية بتظهر داعش القاهرة مش عارف دانك، يعني كل شوية يخترقوا ويفتكروا اسم صحيح. صح. أولا أنا بقول دايما منذ يعني عملية عرب شركس اللي نجحت فيها الداخلية والقوات الأمن في تصفية هذه الخلية الخطيرة جدا، تحولت القوات الأمنية المصرية من مرحلة يعني امتصاص الضربات إلى المرحلة الاستباقية إلى المبادئة إلى المبادرة. كنا قبل هذه العملية ربما بنشاهد يعني تفجيرات مديريات الأمن وما إلى ذلك، بعد هذه العملية حصل تحول يعني نوعي في عمل قوات الأمن، وهي الهجوم، يتحول من الدفاع إلى الهجوم إلى المبادئة إلى المبادرة إلى الضربات الاستباقية أنا بتحدث عنها وزير الداخلية. وعشان كده ما فيش في العالم إن خلية مثلا زي خلية كتائب حلوان في خلال 10 أيام ولا 15 يوم تجيب كل الناس اللي فيها واللي صور حتى اللي صورت الغموض اللي كان بيكتنف الجماعة طبعاً دي وطبعا في المنطقة. بالمناسبة لو اللي يعرف منطقة حلوان كويس ويعرف المنطقة اللي نشأ فيها هؤلاء الإرهابيين وصوروا فيها هذا التسجيل، منطقة عشوائية ومنطقة صعبة، وربما يعني قد يتصور للبعض أن وصول الأمن لهذه المنطقة يعني صعب للغاية، لكن أولا في نقطة مهمة جدا، بدأت أجهزة الأمن تعتمد على المعلومة، لأن الحرب ضد الإرهاب في تصوري 90% منها حرب معلوماتية طبعا. الحصول على المعلومة الصحيحة وفي الوقت المناسب يتيح للدولة ويتيح للجهاز الأمني تحقيق هذه الضربات الاستباقية. وبالتالي نحن نقول لا يوجد أمن كامل، يمكن أن تحدث عملية هنا أو هناك، حتى الولايات المتحدة الأمريكية يلي فيها يعني أجهزة يعني قوية جدا وعندها إمكانيات ضخمة وتكنولوجيا عالية، ورغم ذلك تقع أعمال، فإذا تتعرض لاختراق وضربات أيضا بالتأكيد نعم. فإحنا عندنا ثقة كاملة في الأجهزة الأمنية، عندنا ثقة في الرؤية اللي بتدار بها العملية الأمنية، حتى لو معالي الوزير تحدث عن بعض يعني الأخطاء من قبل بعض مثلا عناصر الشرطة أو ما إلى ذلك، هذا لا يعبر عن سياسة الدولة،
هذا لا يعبر عن سياسة جهاز الشرطة، هذا لا يعبر عن رؤية الدولة السياسية. وبالتالي تكاتف الشعب مع القوات قوات الشرطة والأجهزة الأمنية في تحقيق هذه الضربات الاستباقية. خلينا نعلق تعليق بعد إذن حضرتك برضو هنا، أنه الفساد موجود في كل مكان وفي كل وزارة وهيئة، ولكن ملاش سياسة التعميم. هناك الكثير من الشرفاء من رجال الشرطة اللي بيضحوا كل يوم بحياتهم، ومن القوات المسلحة، فأي ظهور أي عناصر فاسدة وما إلى ذلك ده، دي حاجة واردة في كل مكان، علشان وفي كل دول دول العالم. وأنا يعني بقول إن زي ما قال الرئيس، تكاتف الشعب والجيش والشرطة قادر بالبلد كده يفرم أي حد. عجبتني اللفظ ده، يفرم أي حد، رئيس قال كده. فما في، لو شفت في كل دول العالم، الدول التي حققت انتصارات كان هناك دائما تلاحم بين الشعب والدولة بكل أجهزتها. هذا التلاحم اللي واضح في شهادات قناة السويس، اللي واضح في أن المواطنين يبلغوا عن الإرهابيين. بالمناسبة، إحدى العناصر الإرهابية الخطيرة جدا اللي تم ضبطها في الإسكندرية، هي راحت منطقة شعبية وبدأت تدخل وتتردد. الناس بنفسهم شعروا ان وجودها في هذا المكان غريب، ان تصرفاتها غريب. هم اللي بلغوا الاجهزه الامنيه، وجاءت قبضت عليها في الفجر في وقت كانت هي اوريدي موجوده في الشقه اللي بتاعتها. وبالتالي تكاتف الشعب والناس مع الاجهزه الامنيه ده مهم جدا. لازم كلنا عينينا تبقى على الدوله المصريه، على كل حته فيها، مش اجهزه الشرطه فقط. طبعا استاذ ايمن، يعني ليس بعيدا عن الارهاب الاقليمي والمحلي، والارهاب هو واحد طبعا في جميع انحاء العالم. في مؤتمر بتسلط الضوء عليه صحيفة اليوم السابع، في عنوان رئيسي أيضا، بتقول إن الاجتماع الدولي لمكافحة الإرهاب في جدة بالمملكة العربية السعودية هو لمكافحة داعش فقط، حسب قول الصحيفة. بتقول إن واشنطن بتدعو لمناقشة التنسيق مع دول الإقليم، وأوباما مستعد لضرب التنظيم في سوريا بدون موافقة الكونغرس. هو السؤال بيقول يعني فيما يتعلق طبعا يعني يمكن مسألة الربط بين ما يحدث في الولايات المتحدة أو الموقف الأمريكي والموقف العربي، يتفق عليه البعض أو يختلف يعني آخرون، لكن على أي حال هناك واضح في تصميم، في تعاون، في تنسيق من الدول العربية لمواجهة الإرهاب بشكل علمي ومنظم وفعال. صحيح. أولا يعني كان هناك اجتماع في الجامعة العربية يعني منذ أيام، ووزراء الخارجية العرب يعني أقروا يعني استراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب، وضرورة تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب اللي وقعتها الدول العربية سنة 1998. لكن واجتماع جدة يأتي في هذا الإطار. لكن أنا لي بعض الملاحظات على التحركات الأمريكية والإقليمية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت ما يسمى بالتحالف ضد محاربة الإرهاب. أعلنت هذا التحالف في ويلز، قمة ويلز الأخيرة في بريطانيا، وتكون هذا التحالف من 10 دول. كان لافت في هذا التحالف شيء غريب جدا، وأنا استغربت له بشكل يعني كبير خالص، إن تركيا موجودة في هذا التحالف. اجتماع جدة اليوم في تركيا وفي قطر. إذا كنا احنا عايزين نحارب داعش بصراحة وعندنا إرادة سياسية حقيقية عشان نحارب التنظيمات الإرهابية، مش ممكن تكون في هذه التنسيق قطر وتركيا، لأن معروف أن أكبر داعم لداعش هي تركيا. بالأمس صحيفة اسمها طرف في تركيا نشرت تقرير على صفحة كاملة، قالت أن كل الأسلحة، ده صحيفة تركية مش أنا بقول، قالت أن كل الأسلحة اللي مع داعش صناعة تركية. خدمة رويترز إي سي لايف، ودي خدمة معروفة. في نقطة أستاذ أيمن، لأنه يعني حتى مجلس التعاون الخليجي أكد أنه في موقف منسق بيقوم به غالبية أو كل طبعا مجلس التعاون الخليجي والأعضاء، فيما عدا قطر في فترة سابقة. صحيح. لكن هم عازمون على أنه الرأي العربي، يعني غالبية الرأي العربي، معظم الدول العربية تجتمع على رأي معين، ويجب أن تنصاع لها الدول الأخرى. وبالتالي ينبغي أن يكون الموقف العربي المنسق الأقوى. صحيح. هو المسيطر وهو الذي يحكم الأمور. صحيح. فربما من هذه النقطة ومن هذا المنطلق هم لا يخشون مشاركة
اي طرف من بالتاكيد هم لا يخشون، والتنسيق بين الدول العربيه كامل وفعال، لكن انا بتحدث اولا مواجهه الارهاب خصوصا في المنطقه العربيه سوف يعتمد على ابنائها فقط في تصوري. نعم. يعني الدول العربيه التي تكتوي بنار الارهاب هي اكثر الدول التي تستطيع ان تتعامل مع هذا الارهاب، حتى بعيدا عن اي يسمى بالوصايه الامريكيه، بعيدا تماما محاولت الامريكا ان هي تعطي صوره ان هي يعني قائده هذا التحالف او ما الى ذلك. لان في تصوري حتى الضربات الامريكيه التي يروج لها في الغرب الان، في تصوري حتى الان ما زالت ضربات سينمائيه، ضربات اكشن، لكن لما تعد الضربات كلهم لما تعد الضربات الامريكيه كلهم ضد داعش تلاقيهم 150 طلعه جويه تصوير كده من جوجل ايرث بالظبط. لكن معروف امريكا لما كانت تحارب بتعمل بالالاف الطلعات الجويه. النهارده لما امريكا مثلا اخرت لفتره ما تسليم طائرات الاباتشي لمصر، كانت بتدي رساله يعني ايجابيه للارهابيين، بتقول لهم اشتغلوا عشان ما نديش طائرات لمصر. وبالتالي انا اتمنى ان تكون هناك اراده سياسيه حقيقيه امريكيه في محاربه داعش ومحاربه التنظيمات الارهابيه، لكن انا بقول الدول العربيه عليها ان تتكاتف معا، لان هذا الخطر خطر كبير جدا، واعتقد في تنسيق كبير جدا مثلا بين مصر والجزائر فيما يتعلق بليبيا. قرارها وقرار صحيح. خلينا أستاذ أيمن سريعا نتطرق لمن جريدة الجمهورية أيضا، مجلس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية و58 شركة مدنية و3002 معدة تعمل في قناة السويس الجديدة، ورئيس الوزراء يكلف بصيانة المشروعات الخدمية ومحطات الكهرباء ومترو الأنفاق وحصر للمباني المحترقة بعد الثورة حتى يمكن الاستفادة منها واستغلالها. تحركات مكثفة من مجلس الوزراء، فتعليق سريع من حضرتك. أولا موضوع الصيانة ده مهم جدا جدا، يعني احنا أحيانا يكون عندنا حاجة حلوة قوي لكن بعدم الصيانة يعني نفقد هذا الشيء. أيضا حتى الكهرباء بيقال أن صيانة 30 ثانية صيانة الكهرباء هيوفر كميات كبيرة جدا من الكهرباء. مترو الأنفاق وخصوصا الخطوط نحن نسمي الصيانة فيما يتعلق بس في لحظة المباني المحترقة على النيل عندنا طبعًا. مباني كتير تجد السياحة طبعًا. يعني لها للتجمع الخامس أو 6 أكتوبر كل المفروض كل المباني على النيل تكون طبعًا. مباني سياحية تجيب عملة صعبة تخلق فرصة عمل، مش لازم طبعًا. يكون مكان يعني لمنشأة حكومية أو حزب وما إلى ذلك. عند حضرتك حق. وخلينا دلوقتي قبل ما نروح لموجز التساعد